السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم منى عبد الله معلمة رياض الأطفال من قناة الفراشة التعليمية. بنستكمل مع بعض شابتر 3 بعنوان Where can I buy؟ من أين يمكنني الشراء؟ للمحور الثالث How the world works؟ كيف يعمل العالم؟ للمستوى الأول KG1 الفصل الدراسي الثاني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم درس ديسكفر أول بأول، ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشاركوه مع أصحابكم عن طريق شير. معانا هنا ليسون فور هنا بيتكلم عن الماني، النقود، وكمان استخدام النقود using money. البيج ديت بعنوان What does it cost؟ كم الثمن؟ Circle two goods، ضع دائرة حول منتجين. Combine the numbers to tell how much money you need to buy both goods. اجمع الأرقام لمعرفة المبلغ الذي ستحتاجه لشراء المنتجين معا. Write how many pounds you need on the line below. اكتب عدد الجنيهات التي ستحتاجها لشراء المنتجين في السطر الموجود أسفل الصفحة. عندنا هنا 4 goods يعني 4 منتجات، كل منتج عليه الكوست الخاصة بيه اللي هو الثمن. أول حاجة معانا هنا الجوس العصير، والكوست الخاصة بيه 3 pounds 3 جنيهات. تاني حاجة هنا الكاندي اللي هي الحلوى، والكوست الخاصة بيها 1 pounds. والأبل تفاحة الكوست الخاصة بيها 2 باونز. وآخر حاجة هنا البريد الخبز والكوست الخاصة بيها 5 باونز. كل واحد هيختار أي منتجين عاجبينه وهيعمل حواليهم سيركل، وهيجمع المبلغ مع بعضه ويكتبه في اللاين اللي هو موجود أسفل الصورة ده. مثلا هختار جوس العصير والكوست الخاصة بيه 3 باونز، وهختار كمان الأبل والكوست الخاصة بيها 2 باونز. يبقى هجمعهم مع بعض، هكتب في على اللاين 3 بلس 2 إيكوال 5، 3 باونز بلس 2 باونز إيكوال 5 باونز، 3 جنيهات زائد 2 جنيه بيساوي 5 جنيهات. وبكده يكون انتهت الصفحة دي. بيج ديت بعنوان When I grow up، عندما أكبر. Draw a picture of yourself doing a job when you grow up. ارسم صورة لنفسك تظهر العمل الذي تحب القيام به عندما تكبر. في البوكس اللي قدامك ده هترسم ايه نوع الجوب اللي انت عاوز تشتغلها او تحب ان انت تشتغلها لما تكبر. في عايز يشتغل دكتور، في اللي عايز يشتغل مهندس، في عايز يشتغل مدرس، في عايز يشتغل طيار، ضابط، محامي، اي نوع جوب وظيفة انت حابب ان انت تشتغلها لما تكبر هترسمها في البوكس اللي امامك. وبكده نكون انتهينا من حل البيج ديت. ليسون 5 هنا بعنوان My Plan، خطتي. In the triangle، في المثلث، draw something you want to spend money on. ارسم شيئا ستنفق النقود لشرائه. يعني ايه؟ يعني في المثلث ده هترسم اي حاجة انت عايز تشتريها دلوقتي، ايه نفسك فيه، عايز تشتري حلوى، عايز تشتري فاكهة، عايز تشتري خضروات، هترسمه في المثلث الموجود امامك. تاني حاجة معانا هنا in the circle، في الدائرة، draw something you will save money to buy later. ارسم شيئا ستدخر النقود لشرائه لاحقا. يعني ايه؟ يعني في الدائرة دي هترسم اي شيء انت عايز تحوش الفلوس عشان تشتري بعدين. عايز تشتري مثلا لعبة معينة فهترسمها في السيركل دي عشان تحوش فلوسها وتشتريها في وقت تاني. in the rectangle، في المستطيل، draw who you would share your money with. ارسم الشخص الذي ستشاركه معه النقود. عايز تشارك مين النقود اللي انت هتحوشها؟ عايز تشارك بابا، ماما، اخوك، اختك، صاحبك، هتشارك معاه الفلوس الخاصة بيك وهترسمه في الريكتانجل المستطيل اللي موجود امامك. وبكده نكون انتهينا من حل البيج ديت. البيج ديت بعنوان My Labels، ملصقاتي.
color and decorate the labels، لون وزين الملصقات. أول ليبل معايا هنا save ادخار، تاني ليبل هنا spend انفاق، وآخر ليبل معايا هنا share مشاركة. في كل ليبل من الليبلز ديت هنعمل ايه؟ هنزينه ونلونه. بالنسبة لليبل ادخار اللي هو save، هنضع عليه بعض الصور اللي انت حابب انك تحوش فلوس ليها عشان تشتريها. شوف انت حابب تحوش فلوس مثلا تشتري لعبة، ملابس معينة، فهتلزق صور ليها على سيف ادخار. تاني ليبل اللي هو سبيند، هتضع عليه الصور بعد طبعا ما تزينه وتلونه، هتضع عليه الصور اللي انت حابب انك تشتري الحاجة اللي هي معاك فلوسها دلوقتي فانت حابب تشتريها، فهتضع الصور الخاصة بيها في الانفاق اللي هو سبيند. اخر ليبل معايا اللي هو الملصق الاخير ده الشير مشاركة، بعد ما تلونه وتزينه هتضع عليه صورة الشخص اللي انت حابب تشارك معاه الفلوس الخاصة بيك، بابا، ماما، اخواتك، صاحبك، حد من قرايبك، اي حد. وبكده نكون انتهينا من lesson 4 and lesson 5. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم درس ديسكفر اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.